عن أجواء رمضان أو شيء من الشاز؟ حلوة حلوة، سحور وعائلة ولمة والحمد لله. الروحانيات الحلوة ولمة العائلة والطقوس الدينية الحلوة بشهر رمضان. ايه الحمد لله. ايه لكان الحمد لله. حجة عام انتم بخير يا حجة. انتم بخير عليك يا رب. وبخير انتم يا رب جميعا. اجواء رمضان هون كيف؟ حلوة كل سنة وانتم سالمين يا رب. هلا بنفطر ونطلع على السواق بعدين. كل عام انتم بخير يا رب وربي يجمعني فيكم. والله مثل العادة بننزل بنشتري اغراضنا وكذا يعني امور عادية جدا. طبعا اجتماع العيلة ما في احلى منه، الاجتماع كذا وعمال كثير كثير يعني مبسوطي. الحمد لله الحمد لله رب. ينعاد عليكم بخير يا رب. كل عام انتم بخير، ان شاء الله تنبسطوا كل عمركم. كل عام وانتم بخير ولكل سوريا ان شاء الله بنتم بخير. أكيد أكيد حلو كتير. كيف شو وين بتروحوا بتجوا بتعزموا بعض؟ أكيد بنعزم بجدي وعمي وعماتي. حلو حلو. يعني بتضلوا تتبادلوا العزايم كلكم على بعض؟ إيه أكيد. بتروحوا مشاوير؟ هلا نازلين على السوق نشتري الثياب للعيد. إن شاء الله العيد رح نروح عند ستي. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم على الكل. كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم علينا وعليكم. كل عام وانتم بألف خير، رمضان مبارك علينا وعليكم يا رب. ينعاد عليكم يا رب. رمضان كريم علينا وعليكم. الله يسلمك. معايدي منكم ناس. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، هيك يعمل الخير على البلد ترجع الحياة احلى. رمضان انه ظاهر ما تتكرر، كل عاداته حلوه. يعني الفيق الصبح مثلا بالليل، انه الفطور المساء كمان كثير حلو، له هيك رونق خاص. يعني ان بتستنيه ساعات طويله لمه العيله مثلا هيك. من في منصلي الظهر من بنطبخ من نقرا قران شوي الحمد لله رب العالمين، نسبح لبين يصير اذان رمضان. لاني السفره بتتشكل تحطيها مشكله كلياتها وطيقه وهيك كبه فتوش شوربه، هي بتتميز. يعني عندنا نحن كل الاكلات مثل بعضها كلها طيبه الحمد لله رب العالمين. اللمه هي اهم شيء، الاهل العيله والبركه. البركه موجوده الحمد لله بكل الاوقات، بس بالذات برمضان بيبقى غير 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 كل شيء.